مساء الخير. مساء النور. تفضل تفضل. بص بقى، اولا كل كوم والحاج اللي في النص ده اسمه ايه؟ اشمعنى؟ هقول لك بس الاول قول لي. اياد. ده اياد. ازيك يا اياد؟ ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. طبعا يعني انا وهو لابس لبس الاحرام كده انا ميت على روحي من الضحك. هو صغنطوط وبعدين ما شاء الله عليهم هم حافظين. احكي لي الاول الحدوته من البدايه، تكوين المجموعه. فريق دوريمي كونته من حوالي 5 سنوات من خلال الحفلات المدرسيه. حرصت دائما ان النشأ الصغير انه يكون له قيمه حب بلده من خلال الاغاني الوطنيه الكلاسيكيه، قيمة حب الأغاني الدينية برضو الأغاني الكلاسيكية. دايما فريقي بيعمل حاجات اللهم لك الحمد والشكر ما شاء الله، بيبقى ليها مردود. بمعنى أن حضرتك بعد ما نخلص الكلام مع حضرتك هسمعك ميدل وطني، حضرتك هتتخيل الأغاني اللي هم بيغنوها الأطفال الصغيرين دول، أغاني تمانيناتي وسبعيناتي، كلاسيكيات الأغاني الوطنية. فكل صوت، كل صوت ليه بسمة ربنا سبحانه وتعالى بيدانا. وانا بميزك انت كمان، انا بحبك جدا، حوارك دايما منمق. الله يخليك. الله يخليك يا مايسترو، ربنا يخليك. حقيقي من الناس اللي بحترمها جدا، الناس اللي عندها ستايل في وكاريزما في الاسلوب وفي الكلام، وانا سعيد جدا بتواجدي معاك النهارده. لا لا انا متشرف والله، اتشرف بحضرتك. متشرف يا مايسترو احمد. طيب يعني من 5 سنين يعني انت استلمتهم عندهم كام سنه؟ الفريق يتغير. بمعنى لما بيكبروا بندخل ولاد وبنات اصغر. لما الاطفال بتبدا تكبر بيبقى عندهم الادراك شويه ان هم مش عايزين يغنوا مثلا سي انا عامل ميد لاطفال النهارده ذهب الليل ماما زمانها جايه، ف يا مستر احنا هنغني ده، فبيبدا على طول بعمل التعديل اللازم عشان خاطر اغير السن. فطبعا الاطفال دول بياخدوا طبعا وقت رهيب في التدريب فوق ما حضرتك تتخيل، بس اللهم لك الحمد النتاج اللي انا بشوفه على وجه حضرتك وراجل الساده المشاهدين جميعا بيخليني دايما اتحمس وادرك دايما ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش اجر من احسن عملا. الموسيقى لو طوعناها للشيء الصالح، لو طوعناها للشيء الايجابي، للشيء الخير، انك تشوف طفل يغني اغنيه وطنيه واغنيه دينيه، هنبدا نعمل حاله او نقدر نحوط على الاسفاف المتدني اللي موجود بقاله فتره كبيره جدا جدا، ألا وهي النشأ الصغير ده، القماشة اللي حضرتك بتكتبها الأبيض اللي أنت بتكتبه فيها بيبقى أنصع أو ناصع البياض، والعكس صحيح. ده في حاجة بقى يعني أنا عايز برضه أقول يا جماعة، المايسترو أحمد حسام هذا الرجل الفاضل عامل خدمة عظيمة جدا، لأنه حضرتك بتعلم الولاد كمان المزيكا بتاعت جيلنا، يعني أنا أظن إحنا جيل واحد إلا لو أنا عجوز حبتين. لا يا فندم شرفني. والأغاني بتاعت زمان خالص، ذهب الليل وطلع الفجر وماما زمانها جاية وبتاع. أنا من أنصار إنه لو المجتمعات نسيت تراثها الغنائي يحصل عندها مشكلة. حسد. فبتحفظ الولاد حاجات حلوة وجميلة، فودانهم تفضل طول الوقت تستقبل الجمال وتبعد عن القبح والسخافة. أحسنت. ربنا يخليك يا رب.